مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه التغطية المباشرة لاختتام أعمال اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان الرياض في الدورة 36 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض المملكة العربية السعودية، بتاريخ 28/2/1437 الموافق 10/12/2015. استعرض قادة دول مجلس التعاون في هذه الدورة مسيرة العمل المشترك والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم وانعكاساتها المباشرة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مستلهمين الدور والمسؤولية التاريخية التي تطلع بها دول المجلس كجزء من أمتها العربية والإسلامية، وبهدي من ديننا الحنيف وشريعتنا السمحاء، وانطلاقا من أهداف وغايات النظام الأساسي لمجلس التعاون التي تستوجب تقويته وتعزيز المواطنة الخليجية، ومن المصالح المشتركة لمواطني دول المجلس وروابط القربة والتاريخ والمصير المشترك بينهم، وإيمانا بأهمية هذه المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترسيخا لمفهوم التكامل بينها في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، وصولا إلى وحدتها وفق ما نص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون الذي سنه مؤسسو هذا الصرح الكبير منذ 35 عاما، وتعزيزا للدور المتنامي لمجلس التعاون في خدمة القضايا المحورية التي تهم دول المجلس ومواطني، فإن الحاجة قد أصبحت ملحة لمضاعفة الجهود لاستكمال الخطوات المهمة التي بدأها المجلس نحو التكامل والترابط والتواصل بين دوله ومواطنيه، وإعلاء مكانة المجلس وتعزيز دوره الدولي والإقليمي، والارتقاء بأداء أجهزة المجلس لتحقيق هذه الأهداف. وتوضح رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس التي وافق عليها إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في هذه الدورة أولويات العمل الخليجي المشترك خلال العام القادم. فبعد مرور 13 عاما من تأسيس الاتحاد الجمركي لدول المجلس في يناير 2003، والذي كان خطوة مهمة في تاريخ المجلس، أصبح من الضروري إنهاء المرحلة الانتقالية خلال عام 2016، ولذلك فقد تم الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، ويشمل ذلك إجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيداً لإلغائها، واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول مجلس التعاون وأسرهم في جميع المنافذ البينية دون استثناء. وبعد مرور 7 أعوام من تأسيس مشروع السوق الخليجية المشتركة التي تقوم على مبدأ المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في جميع المجالات الاقتصادية، تم الاتفاق أن يتم خلال العام القادم استكمال خطوات تنفيذ السوق، وذلك بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية دون تفريق أو تمييز، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرار المجلس الأعلى في الدورة 23 في ديسمبر 2002. ولضمان سلاسة التنفيذ
ومراعاة حقوق المواطنين في هذه المشاريع التكاملية، تم الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية التي أصبح مطلباً ملحاً، ونتطلع إلى تحقيق ذلك خلال العام القادم. ولتعظيم استفادة المواطن وقطاع الأعمال مما توفره خطوات التكامل الاقتصادي من إمكانيات، فقد تم الاتفاق على سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس، بما في ذلك إصدار النظام أو القانون التجاري الموحد، ونظام قانون المنافسة، ونظام قانون مكافحة الغش التجاري وغيرها، واستكمال دراسة تحويل الأنظمة أو القوانين الاسترشادية الحالية إلى أنظمة قوانين إلزامية، ورفعها للقمة القادمة 2016 لاعتمادها. ويهدف زيادة التنسيق والتكامل بين جهود دول المجلس في كافة المجالات، فستقوم الأمانة العامة بعمل مؤسسي أكبر في المجالات التالية: في مجال حماية البيئة لتبادل الخبرات بين دول المجلس ومع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة، واقتراح السياسات والقرارات الخاصة بالمحافظة على البيئة البحرية لدول المجلس، ومعالجة التصحر ونضوب المياه الجوفية والتغير المناخي. ستقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة في دول المجلس برصد ومراقبة انتشار الأوبئة في المنطقة، بهدف تعزيز حماية المستهلك في دول المجلس. فإن الأمانة العامة ستتولى دوراً أكبر في هذا المجال، وتنسيق جهود جمعيات حماية المستهلك والجهات المختصة في دول المجلس، بهدف تعزيز وتنسيق جهود دول المجلس في مجال حماية المعاقين. تتولى الأمانة العامة العمل على تحقيق التكامل في هذا المجال بين دول المجلس، واستكمال منظومة الإجراءات والتشريعات اللازمة لذلك. في مجال العمل التطوعي، تقوم الأمانة العامة بوضع الآليات اللازمة لتنسيق الجهود اللازمة لتشجيع العمل التطوعي في دول المجلس. تقوم الأمانة العامة بالتعاون مع جامعات دول المجلس لإنشاء برامج أكاديمية تخصص لدراسة وتطوير التجربة التكاملية لدول المجلس، وبهدف تعزيز قدرات وإمكانيات الأمانة العامة لمجلس التعاون على تنفيذ هذه المهام الموكلة إليها. فسيتم وضع كافة المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وبإشراف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة المسؤولة عن نشاط المؤسسة أو المنظمة أو المكتب الخليجي، مما سيساعد كذلك على ترشيد الإنفاق وتفادي الإزدواجية وضمان اتساق عمل المنظمات الخليجية والتنسيق بينها واندماجها في العمل الخليجي المشترك، ومما سيزيد من سرعة وتيرة الإنجاز في إطار المجلس. تضمنت رؤية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أي إجراءات تكاملية تراها في إطار المجلس، على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسب لها. كما تم الاتفاق على تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى وإجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس لضمان إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس، مما سيسرع من استفادة المواطن من الخطوات التكاملية التي يتبناها المجلس الأعلى. وتهدف رؤية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه التي أقرها إخوانه قادة دول المجلس حفظهم الله كذلك إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة.
كما تهدف الرؤية السامية إلى تعزيز المكان الدولي لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة. وقد أكدت دول المجلس في البيان الختامي الصادر عن هذه الدورة على مواقفها الثابتة حيال القضايا العربية والدولية، وعزمها على الاستمرار في مد يد العون لأشقائنا لاستعادة أمنهم واستقرارهم ومواجهة ما تتعرض له منطقتنا العربية من تحديات. فأكدت دعمها غير المحدود للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، ومساندتها للشعب الفلسطيني أمام الإجراءات القمعية التي تمارسها إسرائيل، ورفض الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشريف. وفي اليمن الشقيق تؤكد دول المجلس حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار تحت قيادة حكومته الشرعية، وتدعم الحل السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، ليتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية. ولذلك دعت دول المجلس إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي. كما أعلنت دعمها للحل السياسي في سوريا بما يضمن وحدة الأراضي السورية واستقلالها وفقاً لمبادئ جنيف واحد، مرحبة بنتائج مؤتمر فيينا للأطراف المعنية. وأكدت دول المجلس أن على دول العالم مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء عليه أيا كان مصدره، وقد بذلت دول المجلس الكثير في سبيل ذلك، وستستمر في جهودها بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الشأن، مؤكدة أن الإرهاب لا دين له، وأن ديننا الحنيف يرفضه، فهو دين الوسطية والاعتدال والتسامح. إن رؤية خادم الحرمين الشريفين أعزه الله لتعزيز العمل الخليجي المشترك والقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى الموقر في هذه الدورة توفر النهج الأمثل لتحقيق هذه الأهداف خلال العام القادم. وستقوم المملكة العربية السعودية بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لوضعها موضع التنفيذ خلال فترة رئاستها للمجلس صدر في مدينة الرياض. شكرا لكم. شكرا مع الأمين. أعطي الكلمة الآن لأخي جلالة الملك حمد بن عيسى خليفة ملك مملكة البحرين، يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأعزاء أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يطيب لنا في ختام مشاركتنا مع إخواننا أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال الدورة 36 للمجلس الأعلى أن نعبر عن خالص الشكر لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وحكومته الموقرة والشعب السعودي الشقيق على ما لقيناه من كرم الضيافة وبالغ الحفاوة التي تعكس المشاعر الأخوية الصادقة وتجسد متانة الروابط بين دول المجلس وشعوبها، وأن نعرب كذلك عن بالغ تقديرنا للإدارة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين
لأعمال هذه القمة، والتي كان لها أطيب الأثر فيما خرجنا به من قرارات نوعية وما توصلنا إليه من نتائج إيجابية تصب في صالح تطوير مسيرتنا الخليجية المباركة والارتقاء بعلاقاتنا الأخوية وتعزيز مصالحنا المشتركة. الإخوة الأعزاء أصحاب الجلالة والسمو، باسمنا وباسم شعب مملكة البحرين نتشرف بدعوتكم لعقد الدورة المقبلة لمجلسنا الأعلى في بلدكم البحرين، لنواصل معا بحثنا الجاد في كافة المتغيرات التي تهم مجتمعاتنا والمحققة لآمال وتطلعات شعوبنا لمستقبل أكثر رخاء وتقدما، معربين عن عميق شكرنا وتقديرنا لمعالي الأمين العام للمجلس ومساعديه وموظفي الأمانة العامة لما بذلوه من جهود ملموسة في الإعداد لهذه الدورة وتنظيمها والإسهام في نجاحها بهذه الصورة المشرفة، سائلين الله العلي القدير أن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية وأن يوفقنا ويسدد خطانا لما فيه خير ورفاهية شعوبنا وأمن واستقرار دولنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للملك على هذه الكلمة. إخواني أصحاب الجلالة والسمو، أتقدم لكم بخاص الشكر على مشاركتكم في أعمال هذه القمة. رجل من الله أن تعودوا بلادكم سالمين غانمين، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق. اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجميع لجميع القائمين على تنظيم أعمال هذه القمة لما قاموا به من جهود مباركة. أصحاب الجلالة والسمو، يسرني أن أعلن انتهاء أعمال الدورة 36 المجلس الأعلى الموقر وللقاء قريب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن كنا نتابع معكم مشاهدينا الكرام وقائع الجلسة الختامية لقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تطرق الأمين العام لمجلس التعاون في البيان الختامي، تحدث بداية عن دور قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ترسيخ وتكامل وإعلاء كلمة هذا المجلس، كما أشاد بخادم الحرمين الشريفين وحنكته في رئاسة هذا المجلس في الدورة الحالية. أيضا تطرق الأمين العام بأن هناك إنهاء للمرحلة الانتقالية خلال عام 2016 بما يخص الشأن الجمركي، كذلك ذكر بأن هناك اتفاق على تنفيذ السوق الخليجي المشترك، كذلك تم الاتفاق على الهيئة القضائية الخليجية. فيما يخص منظومة الاقتصادية لدول مجلس التعاون، ذكر بأن هناك اتفاق وأنه في أحد بنود هذا الاتفاق هناك نظام لمكافحة القش التجاري، وأيضا ذكر بأن الأمانة تقوم بعمل مؤسسي أكبر في جميع المجالات تواكبا للمجالات الإقليمية وكذلك الدولية. ذكر أيضا بأن الأمانة تقوم بعمل وتنسيق حماية المستهلك الخليجي. ذكر كذلك بأن الأمانة العامة تقوم بتنسيق الجهود اللازمة لتطوير العمل الخيري، وذلك بما يخص العمل الإنساني، كذلك متابعة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في عملية الترشيد. وتطرق أيضا إلى رؤية خادم الحرمين الشريفين في عملية التكامل الشامل بين دول مجلس التعاون، وكذلك رؤية خادم الحرمين الشريفين في تعزيز المكانة الخليجية سواء كان ذلك عربيا إقليميا أو حتى دوليا.
ركز كذلك على أن هناك مواقف بأن مواقف دول الخليج ثابتة من القضايا الراهنة الإقليمية والدولية. كذلك تطرق إلى قضية العرب الأولى وقال بأن هناك دعم لا محدود للقضية الفلسطينية، وكذلك تطرق إلى القضية اليمنية بأن دول مجلس التعاون تدعم الشرعية وإيجاد الحل السياسي لهذه الأزمة، ودعا أيضا بأن المجلس دعا إلى إقامة مؤتمر بعد إنهاء المصالحة لإعادة اليمن. أيضا دعا بأن المجلس ركز على الحل السياسي فيما يخص الشأن السوري، وذلك طبعا وفقا لجنيف 1. كل هذا أتى في البيان الختامي. دعونا مشاهدينا الكرام نرحب بالدكتور يوسف محمد عبيدان، أستاذ العلوم السياسية السابق في جامعة قطر. دكتور، سعداء بوجودك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا. دكتور، كيف تابعت البيان الختامي للقمة 36 لدول مجلس التعاون الخليجي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة البيان الختامي نستطيع أن نقول أنه ركز على شأنين: أولا شأن خليجي، ثم شأن إقليمي وعربي ودولي. فيما يتعلق بالشأن الخليجي كما ذكرت، نلاحظ في هذا البيان حرص قادة دول مجلس التعاون ورغبتهم الأكيدة في تطوير المنظومة الخليجية لصالح المواطنين الخليجيين وتأمين الحياة والعيش الكريم لهم. ولذلك نجد أن القرارات التي اتخذت أو التي تم الموافقة عليها أو التي سيتم الموافقة عليها كلها تصب في إطار خدمة المواطن الخليجي، بمعنى تعميق مفهوم التكامل، وهي السمة التي تتفق مع منظومة مجلس التعاون الخليجي في تعميق المواطنة الخليجية ومفهومها. الحقيقة المواطن الخليجي كان يطالب بمثل هذه الأمور، يعني المواطن الخليجي يهمه أن يكون هناك اتحاد جمركي، يهمه أن يكون هناك سوق خليجية مشتركة. السوق الخليجية المشتركة على فكرة هذه تقريبا فكرة أساسها كانت مطروحة من دولة قطر منذ حوالي يمكن منذ نشأة المجلس، وحتى منذ بداية الثمانينات، يعني ما, 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 ما قبل إنشاء المجلس. يعني أنا قرأت في إحدى التصريحات الصحفية أو المقابلة الصحفية مع سمو الأب الشيخ خليفة بن حمد الثاني لجريدة الحوادث اللبنانية، قبل إنشاء مجلس التعاون كانت قطر تدعو إلى السوق الخليجية المشتركة وتعتبرها مقدمة للوحدة السياسية. ثم جاء مجلس التعاون فطبعا طور هذه الفكرة واهتم بهذه الفكرة، والحمد لله الآن أصبحت تقريبا شبه واقع، لأن في العام القادم سوف تستكمل مثل هذه إجراءات السوق. بنلاحظ أيضا، نعم تفضل دكتور، بنلاحظ أيضا على البيان أيضا أنه إصدار العديد من التشريعات والقوانين والإجراءات التي من أجلها أن تزيل الكثير من العوائق أمام المواطنة الخليجية، مثل إنشاء هيئة القضائية والغش التجاري والتملك وما إلى ذلك. يعني في إجراءات عملية ستتخذ في العام القادم، بعضها اتخذ وبعضها سيتخذ في العام القادم، وطبعا أناط القانون يعني بالأمانة العامة أنها تتولى التنسيق مع رئاسة الدولة وهي المملكة العربية السعودية للعام القادم حتى يصار إلى تنفيذها إلى حيز الواقع. هذا فيما يتعلق بالشأن الخليجي. دكتور، مثل هذه القرارات، مثل هذه الإجراءات، كيف يمكن أن تعود بالنفع على المواطن الخليجي بصفة خاصة؟ هو لا شك، إذا كان يعني أنت يمكن لو تتبعت خطاب سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد حفظه الله أميرنا المفدى العام بالأمس، قال أن نحن صحيح حققنا إنجازات مجلس، ولكن تطلعات شعوبنا أكبر من ذلك، فعلينا مواجهة هذه التحديات. حقيقة هذه ما لا شك أنها ستعود ثمارها على المواطن الخليجي. المواطن الخليجي لما يعني ينظر إلى غيره من التجمعات في العالم يمكن يجد يعني أمور كثيرة قد يعني سبقته، ولكن أنا دائما أقول أنه لا يمكن أن نحن نقارن بين وضعنا وظروفنا التي احنا عليها وبين يعني دول عديدة سبقتنا في هذا المجال، لأن هناك طبعا لهم ظروف خاصة. على سبيل المثال مثلا أوروبا لم تحقق وحدتها الأوروبية دي الاتحاد الأوروبي إلا بعد
حروب استمرت ردح طويل من الزمن رغم اختلاف اللغة والدين، لكن احنا الحمد لله منظومة خليجية مثل ما قال البيان ديبات البيان، انطلاقا من روابط الدين الإسلامي الحنيف واللغة العربية والوشاج المشتركة والمسيرة التاريخية الواحدة المشتركة، ذي هذه الروابط من شأنها أن تحدث نوع من التجانس تنطلق بالوحدة الخليجية إلى الأمام. فلا شك الحقيقة أن المواطنون اليوم يستبشرون خيرا، لأننا كما نحن لاحظ في كل عام يخطو المجلس خطوات من شأنها تعزيز الروابط الخليجية وإزالة المعوقات وتوسيع مفهوم المواطنة للخليجيين جميعا. نعم، وهذا ما يتطلع طبعا دكتور له أبناء دول مجلس التعاون. نحن سنواصل الحديث لكن ننتقل معك وأيضا مع المشاهدين الكرام إلى الرياض وتحديدا من المركز الإعلامي لهذه القمة، ومعنا من هناك مفادنا عبد الرحمن الشمري. عبد الرحمن مرحبا بك، ضعنا في أجواء ملامح البيان الختامي لهذه القمة. نعم محمد، مرحبا بك وبضيوفك. نعم، استمعنا قبل قليل للبيان الختامي لدورة 36، وكان البيان كما هو متوقع تكلم عن أمور تتعلق بالأمور السياسية والأمور الاقتصادية وأيضا الأمور الأمنية. وللحديث أكثر عن البيان الختامي وما كان يتوقع من هذا البيان المهم في هذه الظروف الخاصة، معي نايف الرشيد محرر وصحفي في الشرق الأوسط. نايف، صبحك الله بالخير أو مساك الله بالخير. صبحكم الله بالخير، شكرا لهذه الاستضافة وأهلا بأهلنا في الدوحة. نايف، ما هي قراءتكم للبيان الختامي خصوصا لأنها أتى في ظروف يعني زمنية خاصة؟ أولا القمة، قمة الـ 36 تنعقد في ظروف خطيرة وتحديات تمر بها المنطقة. قادة دول مجلس التعاون أكدوا اليوم على ضرورة العمل المشترك في إطار العمل سياستهم المتبعة، التأكيد على ضرورة مكافحة الإرهاب واجتثاث منابعه، التأكيد أيضا على القضايا السياسية التي تتعلق بالمنطقة، لعل أهم القضية هي القضية اليمن وقضية الأزمة السورية. التأكيد هنا يمكن إشارة إيجابية اليوم اللي هو قرار القمة بعقد مؤتمر قريبا بإذن الله لإعادة الإعمار، إعمار اليمن، ورزنامة زمنية للأعمال الاقتصادية في اليمن تحديدا. هذا لعل أبرز، ومن أيضا أبرز الملامح في البيان الختامي التأكيد على الاستعجال في سرعة القرارات التي اتخذها القمم السابقة وسرعة تطبيقها على أرض الميدان بما تنعكس على المواطن الخليجي ورفاهيته. نايف، يعني القمة تطرقت إلى مثل ما ذكرت يعني أمور سياسية وأمور اقتصادية وأمور أمنية، ماذا كان يتوقع يعني المحرر والصحفي في الخليج وكان من أول الأشياء المطروحة في هذه القمة؟ هو بلا شك الأزمة السورية والأزمة اليمنية، ما أعرب عنها وما كشف عنه قادة دول مجلس التعاون بالبدء بإعادة إعمار اليمن، هذا يؤكد على أنه الحل السياسي اتخذه قادة دول مجلس التعاون في اليمن وأيضا اتخذته في سوريا. إذن الحل السياسي هو منطلق أساسي ويأتي معه الحل العسكري إن استلزمت الأمر. نايف الرشيد محرر صحفي في جريدة الشرق الأوسط، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا وشكرا، وأهلنا في الدوحة نعطيهم العافية، شكرا طال عمرك. محمد، طبعا هذه يعني أبرز النقاط والأمور التي كانت مطروحة على طاولة النقاش هنا في البيان الختامي للدورة 36. سنعود إمدادكم بالمعلومات في نشرات 3:30 وأيضا نشرات 8:30 إذا أمكن. نعم، مفادنا من الرياض الزميل عبد الرحمن الشمري، شكرا جزيلا لك. دكتور، عودة إليك، ذكرت بأن هناك قرارات من قبل قادة دول مجلس التعاون، وذكرت أيضا بأن هناك تنفيذ من قبل مجالس الوزراء في هذه الدول، لكن يبقى السؤال كشعوب خليجية ماذا ينبغي أن نفعل مواكبة لهذه القرارات؟ طبعا الشعوب الخليجية مطلوب منها التعاون مع أو التجاوب مع هذه القرارات وعدم الاستعجال والحكم، يعني تقييم هذا الشيء، يعني في قرارات اتخذت اليوم وسوف تسري مفعولها بعد عام، فيجب تقييمها بعد الانتهاء منها.
لا أن نستعجل الأمور. على سبيل المثال مثلا لننتظر ما يتعلق بالاتحاد الجمركي، ما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة. للأسف الشديد أن البعض هناك يقارن، وطبعا وهذا ليس وجه للمقارنة، مثل إيش بين وضعنا مثلا في هذا التجمع الخليجي وبين مثلا الاتحاد الأوروبي، وهذا طبعا يعني أنا في رأيي أنه مقارنة غير محلها. لا يمكن، يعني هناك طبعا صحيح أن هناك في دول مختلفة لغويا ودينيا وعرقيا، وإحنا الحمد لله كتلة متجانسة، لكن إحنا يا أخ محمد لنا ظروف خاصة، لنا ظروف خاصة. إحنا اتبعنا نهج التدرج، اتبعنا يعني أصبح مجلس التعاون هي المظلة التي لا يعني لا يمكن الاستغناء عنها. عندنا المجلس أيضا كان يعني مواقفه متزنة وعاقلة وتتم بروية ويعني بحكمة وحنكة قادة دول الخليج. على سبيل المثال كثير من التجمعات الأخرى عصفت بها الخلافات وعصفت بها الهزات التي حدثت، إلا مجلس التعاون الخليجي ظل صامدا منذ تأسيسه حتى الآن. على سبيل المثال مثلا يعني دائما في الإنجازات نقول لو لم يتخذ مجلس الأمن مجلس التعاون إلا قرار الوقفة الشجاعة لتحرير الكويت لكان بذلك حريا أن يجعله مجلسا فاعلا وقويا على مستوى العالم. نعم. ولكن على يعني الحمد لله احنا الآن شعوبنا تعيش في ظل أنظمة توفر لها كل المستويات أو أسباب العيش الكريم، وأهمها الأمن والأمان. يعني يكفي يكفي الأمن والإطمئنان. صحيح أن اليوم احنا دولنا يعني ممكن ثروتنا النفطية جعلت منا مطمع ومطمح، ولكن الحقيقة بفضل تعاون الشعوب مع القادة ومع ولاة الأمر الحقيقة ذي يحقق الرابطة ويجسد ما نسبوا إليه جميعا من تحقيق الأمن والاستقرار. نعم بنواصل معك دكتور، لكن نتحول أيضا إلى هذا الاتصال من الرياض، ومعنا من هناك السيد عبدالله بن حمد العذبة رئيس تحرير صحيفة العرب. سيد عبدالله، بداية كيف تابعت كلمة الأمير في افتتاح هذه القمة؟ سمو الأمير حفظه الله الشيخ تميم حريص جدا على المواطن الخليجي، ويضع دائما نصب عينيه أن يكون المواطن الخليجي جزء لا يتجزأ من منظومة مجلس التعاون لكي يشعر بمواطنته الخليجية، وهذا ما أكد عليه، كما أكد على وجوب تسهيل مرور المواطنين الخليجيين بين دول مجلس التعاون، كما لم يغب عنه دفاعه عن الدين الإسلامي عندما أكد أن البعض يستخدم بعض الجرائم التي يقوم بها المتطرفين للمهاجمة الإسلامي نفسه، فانبرى مدافعا عن الإسلام وعن سماحته، ولم تغب عن القضية الفلسطينية المركزية، هي قضية كل العرب والمسلمين وما يتعرضون له أهلنا في فلسطين من تنكيل وقتل وجرائم ضد الإنسانية، ولم تغب عنه أيضا المعاناة التي يمر بها أشقائنا السوريين بعد الثورة السورية. والملفت للنظر هو دعم دولة قطر متمثلا بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد حفظه الله، عندما أشاد بتوجه خادم الحرمين الشريفين الذي جمع أطياف الشعب السوري للوصول إلى حل أكيد ودائم للشعب السوري ليحقق مطالبه المشروعة مواجهة نظام مستبد. وهذه الإشادة ليست مستغربة، فالكل يعلم ما هو عمق العلاقة بين دوحة العروبة وبين الرياض عاصمة القرار العربي. نعم سيد عبد الله، كيف تابعت البيان الختامي لهذه القمة، القمة 36؟ البيان أتى مؤكدا على ضرورة استمرار تطوير منظومة مجلس التعاون وإنهاء ما يتعلق بالاتحاد الجمركي. أيضا ركز البيان على إصدار حزمة من القوانين الموحدة وعلى المواقف الثابتة من مناصرة أشقائنا في سوريا وفي اليمن وقضية العرب والمسلمين الأولى القضية الفلسطينية. يبدو أن هذه القمة ستشهد انطلاقة جديدة أيضا لمجلس التعاون بعد مرور 35 سنة، وحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كان لها بالغ الأثر في النجاح نجاح هذه القمة لتحقيق تطلعات
مواطني مجلس التعاون، وركزت أيضا على العمل الخليجي المشترك، وهو أيضا ما تركز عليه دولة قطر والكويت وسلطنة عمان وبقية دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى وجوب تفعيل الشراكات الاستراتيجية بين منظومة مجلس التعاون والمجتمع الدولي وشركاء مجلس التعاون الدولي. نعم، السيد عبد الله بن حمد العذبة، رئيس تحرير صحيفة العرب، شكرا جزيلا لك. عودة إليك دكتور، تطرقنا قبل قليل إلى الشأن الاقتصادي وأهمية الشأن الاقتصادي. دعنا الآن نتطرق إلى أسعار النفط، وما أدراك ما أسعار النفط؟ في الآونة الأخيرة انخفضت هذه الأسعار، كيف يمكن أن تتفادى دول مجلس التعاون لا سمح الله وجود أي عجز في ميزانيتها الحالية وكذلك المستقبلية؟ يعني الحمد لله، بالرغم لا يخفى على أحد، لا يخفى على ذي بصيرة ما الذي أحدثه انخفاض النفط على دول الخليج وعلى غير دول الخليج. هي طبعا ظاهرة عالمية، لكن دول الخليج تتمتع بثروة نفطية، بل كما نعلم أن النفط والغاز يشكل عصب الحياة فيها ويشكل النسبة الكبيرة من دخلها القومي. دول الخليج الحمد لله يعني بما ملكت من رؤية ثاقبة اتبعت استراتيجية معينة تتلافى مثل هذه الأمور. يعني مثلا احنا يمكن استمعنا لخطاب على سبيل المثال صاحب السمو، سمو أميرنا المفدى الشيخ تميم، في أمام مجلس الشورى في دورته مؤخرا، وأكد على أن الميزانية ستخفض بنسبة 20% توافقا مع أسعار انخفاض النفط. وكذلك في دول أخرى، يعني في البحرين أو مملكة البحرين أو المملكة العربية السعودية أو الدول الثانية، هي تداعيات اتخذت إجراءات. نعم. يعني يمكن لا تمس الثوابت الأساسية، لا تمس الخدمات المقدمة مثلا للمواطنين كالتعليم والصحة، تمس أمور أخرى بغرض ترشيد الإنفاق والتجاوب مع متطلبات المرحلة التي انخفض فيها النفط وما سيحمله أيضا انخفاض النفط في المستقبل القريب. يعني الحقيقة هذه طبعا لا شك أنه هاجس لمجلس التعاون، لكن أنا على يقين لأن مجلس قادتنا بما يعني يحملون من رؤية، نعم، من رؤية واستراتيجية قادرون على تجاوز هذه الأزمة. سمو الأمير تطرق إلى مسألة الإرهاب، نعلم جميعا بأن الإرهاب لا دين له ولا وطن، كيف يمكن أن تتصدى دول الخليج لهذه الظاهرة؟ طبعا صاحب السمو الشيخ تميم حفظه الله في البيان أو في الكلمة التي ألقاها بالأمس أمام القمة، كل ما ذكره وردت في البيان الختامي، لأنه طبعا طرح مشكلات سياسية وأمنية واقتصادية وأمور كثيرة وردت اليوم في البيان. الهاجس يمكن الكبير الذي يواجه دول مجلس التعاون هو الإرهاب. سمو كلمة صاحب السمو بالأمس الحقيقة دافعت عن الإسلام دفاعا كبيرا، وبين وسطية الإسلام واعتداله وتسامحه، وأن هناك فرق بين من يتبنى الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للشعوب التي خضعت تحت الاحتلال. يعني في تفريق بين المقاومة الشرعية والمقاومة الحقة وبين الإرهاب. الإرهاب لمجلس التعاون طبعا الإرهاب احنا قلنا لا، كما يقال لا دين له ولا لون ولا وطن دكتور، ولا وطن. نعم. ولذلك لم تسلم دول الخليج منه. المملكة العربية السعودية كم مرة تعرضت مملكة البحرين، الكويت. هذا الأمر يتطلب من دول مجلس التعاون أن تتخذ من الإجراءات الوقائية التي من شأنها أن يعني تقضي على هذه الإرهاب، والحقيقة اتخذت إجراءات. نعم. عملية كبيرة، والملك عبد الله الله يغفر له كان طرح فكرة مركز الأديان اللي في فيينا، وخادم الحرمين الشريفين الآن أيضا يعني يتبنى مثل هذا الموقف. نعم. وأيضا دول مجلس التعاون الأخرى يعني تضع في اعتبارها هذا الإرهاب الذي يطل برأسه، بل هو بدأ يطل برأسه، ونحن على يقين بأن مجلس التعاون سيواجه مثل هذا الأمر. نعم، بكل حزم، وهناك في تنسيق فيما يتعلق، يعني عندنا الاتفاقية الأمنية، عندنا الدفاع
المشترك والمؤتمرات التي عقدها وزراء الداخلية والتي عقدها وزراء الدفاع كلها تصب في هذا الإطار. نعم الدكتور يوسف بن محمد العبيدان أستاذ العلوم السياسية السابق في جامعة قطر، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. إذن مشاهدين الكرام كنا معكم في هذه التغطية المباشرة لاختتام قمة المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 36 في العاصمة السعودية الرياض. في نهاية هذه التغطية ولا يسعني إلا أن أشكركم مشاهدينا على كرم المتابعة، لكم مني ومن فريق العمل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.